بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بدنا ناخذ مسألة إضافية على حل مسألة معينة باستخدام الخوارزميات الجينية. المسألة هذه تحديداً إنه أنا قاصد إنه أنا أعطي لكم إياها عشان نشوف طرق مختلفة لحل المسألة، وبدنا نركز على هدول الخطوات لأنه الخطوات هذه مهمة جداً في صياغة أي مسألة في باستخدام الجيناتيك ألغوريثمز، وهي هذه محط الأسئلة بالنسبة لي، يعني لأنه الimplementation straight forward، يعني عملية بسيطة بتضل إنه أنا كيف ممكن أنا أصيغ الكروموزومات، كيف أنا أحدد الفيتنس فانكشن لحسب طبيعة المسألة. طبعا المسألة هي TSB أو traveling salesman problem، بدنا نحلها باستخدام الجيناتيك ألغوريثم. سبق وإحنا حليناها باستخدام السيرش ألغوريثم سابقا، إنه أنا كان في عندي مجموعة من المدن زي ما أنتوا شايفين، إنه أنا بدي أحدد إنه أنا على سبيل المثال إنه أنا موجود في هذه المنطقة، تمام، وأنا إنه هذه الديستنيشن تبعتي، فأي المسار إنه أنا أتحرك بهذا الاتجاه، تمام، أو هذا الاتجاه، بحيث إنه أنا أكون زرت كل المدن وفي نفس الوقت إنه أنا بدي يكون أنا عندي أقصر مسار، فبالتالي إنه الهدف هنا إنه زيارة كل المدن، تمام، بالإضافة ل إنه يكون إنه المسافة هي أقصر مسافة أو التكلفة أقل تكلفة. المثال السابق اللي إحنا أخذناه في السيرش ألغوريثم في بداية هذا المساق كانت إنه البروبلم إنه أنا موجود في مدينة معينة، تمام، وبدي أنتقل لمدينة تانية، وإنه أنا في عندي عدة مسارات عشان أنا أصل للديستنيشن، فبالتالي إنه إيش هو أقصر مسار، مش مطلوب مني إنه أنا أزور كل المدن. لكن هنا في الـ TSB في Traveling Salesman Problem مطلوب مني إنه أنا أزور كل المدن، وفي نفس الوقت إنه أنا بدي أحافظ على إنه تكون المسافة أقصر ما يمكن. طبعا هذه البروبلم مشهورة، إنه مندوب المبيعات يفترض إنه هو يلف على كل الأماكن ويوزع البضاعة تبعته. طبعا بداية انه تذكير انه يعني في الجيناتيك ألغوريثم احنا بدنا نذكر في بعض المصطلحات، المصطلحات هذه متعلقة ب انه الكروموزوم فعليا هو مكون من مجموعة من الجين، والجين انا عندي مكون بهذا الشكل، ممكن يكون هو عبارة عن ديجيت واحد او بت واحد، او ممكن يكون اكتر زي ما شفنا في امثلة سابقة. طبعا كل الكروموزومز لازم يكون طولها ثابت، هذه طوله عبارة عن 1 2 3 4 5 6 جينز بهذا الشكل، بديش احكي بت او ديجيت، خلاص 6 جينز، فبالتالي هذا الكروموزوم 6 جينز، تمام. وهنا البوبوليشن تبعتي انه انا في عندي A1 A2 A3 A4، فبالتالي هنا البوبوليشن الان بتساوي 4. فالبوبوليشن هي عبارة برضو لازم ان تكون مثبتة، هي عبارة عن عدد الكروموزومات انه عندي في جين معين بهذا الشكل. طبعا الخطوات رقم 1، اول حاجة بدي اعرف المتغيرات انا الموجودة انا عندي في 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 المشكلة اللي انا بدي احاول احلها. الشغلة الثانية انه انا بدي اوجد طريقة لترميز الكروموزومات، وكذلك بدي احدد عدد الكروموزومات في البوبوليشن انا عندي، انا بدي احدد الان، تمام، وهذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة بدي اعرف دالة اللياقة او دالة الجودنس، انه قديش هذا الجين انه جود، وهذه الدالة يعني متعارف عليها انه هي الفيتنس فانكشن. واخر خطوة، تمام، انه انا بدي اعرف عمليات التزاوج والطفرة كيف بتتم على هذه الكروموزومات. عرفت هدول خلاص البروبلم سولفد، بضل انه انت تعمل ران للجينيتك الجوريثم ونعمل تيونينج، تمام. خلينا اول حاجة انه احنا نشوف كيف انه انا ممكن اعمل ترميز، يعني تعريف المتغيرات انه خليني انه انا هنا المتغيرات، المتغيرات انا عندي متغير وحيد اللي هو المسار الباث. ما دام انا في عندي مجموعه من السيتيز، تمام، بهذا الشكل، ممكن اسمي هذه المدن 1 2
3 4 تمام بهذا الشكل، او ممكن اسميها A B C D بهذا الشكل تمام. فبالتالي المسار انا عندي كيف بده يتم تمثيله؟ بده يتم تمثيله ما دام المطلوب انا عندي ازور كل المدن، فبالتالي انه طوله بده يكون ثابت، بده يكون انا عندي 4. فبالتالي انا عندي الكروموزوم انه بده يمثل انه هو مجموعة المدن انا زرتها بترتيب معين. انا ممكن ازور A بعدين D بعدين C بعدين B تمام، هذا كروموزوم واحد تمام. او ممكن انه يزور A، مش بالضرورة نبدأ بA، ممكن انه هو يزور على سبيل المثال نبدأ في B نبدأ في B بعدين A D C بهذا الشكل. فبالتالي انه الفكرة في الموضوع انه هنا الطول انا عندي ثابت، انه زار المدينة هذه اول، بعديها زار المدينة هذه بهذا الشكل، بعديها زار المدينة هذه بهذا الشكل انه تمام. طيب او ممكن انه انا بلاش انه انا استخدم سيمبولز او احرف، ممكن انا امثلها بهذا الشكل، انه انا بروح بزور المدينة 1 بعديها 4 بعديها 3 بعديها 2. او ممكن يكون في عندي كروموزوم ثاني انه انا ببدي 3 2 4 1 بهذا الشكل تمام. فبالتالي هذه طريقة تمثيل الكروموزوم، وانه انا عندي هي المتغيرات هو عبارة عن المسار. فبالتالي مدام تم تمثيل المسار بهذا الشكل فبتكون الامور انا عندي ممتازة. طبعا يعني هنا طريقة تمثيل المسار مختلفة، مش زي ما شفنا في مرات سابقة انه انا مثلتها في باينري او اصفار وحايد فقط. هنا انا استخدمت ارقام او سيمبولز عادية اللي هي عبارة عن string of numbers يعني سلسلة من الارقام، او string of letters يعني سلسلة من الاحرف بهذا الشكل، عشان انا ارمز المدن. لنفترض ان انا بدي ارمزها باستخدام الارقام تمام. في انا عندي حوالي 8 مدن، فبالتالي انه انه انا بدي يتم ترميزها بهذا الشكل، انه بدي ازور 3 تمام، بعدين 4 بعدين 8 2 7 1 6 5 8 مدن بهذا الشكل. هذا الكروموزوم الاول تمام، وهذا الكروموزوم الثاني بهذا الشكل. الان نيجي للكروس اوفر، كيف بدي اعرفه؟ يعني تقريبا انه انا عرفت عرفت المتغيرات ايش مطلوب مني تمام، وعرفت الكروموزومات، وممكن انه اعرف عدد الكروموزومات انه انا يعني في جيل معين، انه انا بدي احكي انه انا في جيل معين بده يكون في عندي 4 مسارات او 5 مسارات او 6 مسارات. فبالتالي هنا بدي اثبت الان تمام. بعدها احنا انتقلنا للخطوة هذه، بدي اعرف الكروس اوفر والميوتيشن تمام. الكروس اوفر في فعليا اكتر من طريقة لتعريف الكروس اوفر، وهذا يعني انت وظيفتك ك AI developer انه انت تتعمق وتفكر وتستنبط ايش ممكن يكون انا عندي الكروس اوفر المناسب. لنفترض انه انا في عندي هنا، بدي اعطيكم طريقتين مختلفتين بحيث انه يعني انه فعلا انه احنا نشوف كيف ممكن انه يكون في طرق حل مختلفة، والاكسبرمنت هي بتورجي لك انه اي طريقة انه هي افضل، واي طريقة انه هي بتكون ريزنبل اكتر او معقولة اكتر. لنفترض انه في عندي 2 كروموزومز B1 وB2 تمام. هذا بدي يزور انه المسار انا عندي 3 4 8 2 7 1 6 5، والكروموزوم الثاني 2 4 6 1 2 4 5 1 6 8 3 7. لنفترض انه هدول تم اختيارهم بناء على الفيتنس فانكشن، هنشوف الفيتنس فانكشن كيف شكلها لاحقا تمام. وانه بده يصير انه انا عندي عملية تزاوج. عملية التزاوج بطبيعة الحال يعني حتى بيولوجيكالي انه هي عبارة عن تبادل للجينات، فبدي يعني احدد كروس سيكشن انه بده يتم من خلالها تبادل للجينات، فحددت انه هاي المنطقة تمام بهذا الشكل تمام، هدول الجينات انه بده يتم تبادلهم هدول الجينات بهذا الشكل.
تمام. فبالتالي انه بي واحد وبي اثنين بيرنت واحد وبيرنت اثنين بدو يعملوا لي offspring one offspring two وانه هنا بدي احط اكسات تمام. واهم منطقة انا عندي انه هذه المنطقة من الجينات انه تم تبادلها انه هنا كان 2 1 7 صار 1 6 8 وهنا 1 6 8 صار 2 7 1. الان باقي انه انا اعبي البقية بهذا الشكل تمام. فالبقية كيف انه هي بتيجي انه انا بدي اعبيها من 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 بهذا الشكل. فعليا انه هذه انه محطوطة زي هيك لكن انه انا هنا حطيت التفاصيل وانا حطيت لك الاسهم بهذا الشكل. 1 6 8 فعليا انه هذا الجين انه تم تبادله بهذا الشكل. فبالتالي انا ممكن ايش اسوي انه انا اروح يعني انه من البيرنت 1 في او 1 انه اشوف التلاتة. التلاتة مش موجودة في الجينات الاصلية يعني اللي تم تبادلها. فبالتالي انه انا ممكن انه ينزل زي ما هو هيك تمام. تلاتة الاربعة كذلك مش موجودة هنا مش موجودة من ضمن الواحد او الستة او التمانية تمام. فبالتالي انه هو منزل زي ما هو زي هيك. والتمانية التمانية لانه هي موجودة فبالتالي انه بخليها اكس. الان احنا اتفقنا من نعبي الاكسات هدول شفنا كيف انه احنا من نعبيها. الان يجي للاو اتنين. او اتنين بدي انزلها من بي اتنين فحينزل انا عندي اربعة. اربعة مش موجودة هنا تمام. اثنين اثنين موجودة فبخلي مكانها اكس تمام. وخمسة مش موجودة هنا فانه هي بتنزل بهذا الشكل تمام. والتلاتة مدام انه هي مش موجودة بتنزل. والسبعة موجودة بخلي مكانها اكس. فانا عندي في او وان في عندي اكس واكس في المكان هذا والمكان هذا. واو اثنين في انا عندي كذلك اثنين اكس اللي هو هنا وهنا في هذا المكان. فالآن إنه أنا كيف بدي أعبيهم هدول؟ هدول بدي أعبيهم بالطريقة هذه إنه أنا عندي 3 4 إكس. الإكس هذه من وين بدها تيجي؟ بدها تيجي إنه أنا بروح بعبيها من هذه المنطقة. إنه أنا عندي في 6 8 2 أنا كنت أنزل مباشرة من بي 1. الآن أنا بدي أخذ من بي 2 اللي هو 2 وسبعة واحد. بدي أعبي البقية. ليش؟ لأنه الشرط أنه هو لازم يزور كل المدن وما يكونش فيه تكرار. فتصميم هاي الكروس أوفر أوبريتور بحيث أنه أنا أحافظ أنه ما يكونش أنا فيه عندي تكرار. لو أنا استخدمت الطرق التقليدية في الكروس أوفر أنه أنا على سبيل المثال أنه أنا بدي أخذ المقطع هذا تمام وبدي أعمل عملية تزاوج بهذا الشكل فحيصير أنه واحد تمام اثنين اربعة اثنين. فبالتالي هنا صار في عندي تكرار في الموضوع. انا ايش سويت؟ انا عملت كروس اوفر اخذت هذا الجين وعملت زي هيك اخذت الجين من البيرنت الثاني ورجعت انه انا كملت انه عند منطقة التزاوج. وهنا العكس حيصير بهذا الشكل تمام. يبقى حيصير ثلاثة اربعة ثلاثة واحد. فبالتالي في عندي إشكالية في الثلاثة فيها تكرار وفي اثنين هنا فيها تكرار. فهدول الأوفسبرينج it's not valid. ليش؟ لأنه المدينة أنا زرتها مفترض أنه أنا ما زورهاش كمان مرة. وهذه الثلاثة أنا زرتها مفترض أنه أنا ما زورهاش كمان مرة. فبالتالي هنا بدي أحط قيود أنه طريق يعني عشان هيك أنه نستوعب ليش طريقة تصميم الكروس أوفر أوبريتور بهذا الشكل. أنه إحنا حددنا منطقة التبادل الجينات وبروحنا كملنا وفي حال انه صار في تكرار انه بده يتم استبدالها بهذه الكيفيه. فالان انه اللي فيها تكرار هيها متروكه هنا انه هنا اكس يفترض انه يكون 5 تمام عفوا يفترض يكون 8 تمام. الثمانية هي موجوده هنا فبالتالي انه بترك مكانها اكس. وهنا يفترض انه ينزل 6 فما نزلتهاش لانه 6 موجوده هنا فتركت مكانها فاضي. الان من وين بدي اعبيهم؟ بدي اعبيهم من الكروموزوم او عفوا من صحيح من الكروموزوم الثاني. بدي استخدم جينات من الكروموزوم الثاني. فالان انا عندي هنا 3 4 تمام. من وين بدي اخذ البقيه؟ ايش المدينه اللي ما زرتهاش حتلاقيها انه هي موجوده في او 2. انا في او 1 وين موجوده في او 2 او بالاحرى بدي اخذها من البيرنت الاصلي تمام. فبالتالي الاثنين حتنزل هنا تمام والسبعه حتنزل هنا. الواحد ما فيش داعي انه انا
ان انا اطلع عليه، لانه الواحد موجود في التو اوف سبرينجز اللي هي موجود هنا وموجود هنا، فبالتالي انه بيصير اللعب على 2 و7 و6 و8. فاثنين نزلتها هنا و7 نزلتها هنا، لانه هدول انا ما زرتهمش بالترتيب بهذا الشكل. والان الكروموزوم الثاني، انا عندي الاكس اللي هنا والاكس اللي هنا، تمام؟ من وين بدي اخذهم؟ بدي اخذهم من الستة والثمانية اللي موجودة هنا، فبالتالي بنزل الستة هنا مباشرة وبنزل الثمانية هنا مباشرة. طبعا هاي طريقة قد تكون انه هي معقدة شوية، ممكن انه احنا نشوف طريقة تانية. لنفترض انه انا في عندي هاي البيرانت، هاي البيرانت الاول وهاي البيرانت الثاني. الان حددت المنطقة اللي بده يصير فيها الكروس اوفر. طبعا هنا انه عدد الجينز في الكروموزوم 9 جينز، تمام؟ يعني هذا مثال تاني انه وباستخدام طريقة تانية كذلك. فالمنطقة اللي بده يصير فيها التزاوج هي هاي المنطقة بهذا الشكل، تمام؟ حددت انه هذا المقطع انه بده يصير فيه تبادل الجينات. الان الاوف سبرينج اللي انا بدي اعمله، ايش رحت سويت؟ رحت نزلت هذا الجين زي ما هو 6 7 8 بهذا الشكل، انه هذا نزلته زي ما هو هيك بهذا الشكل. عفوا، هذا نزلته من وين؟ من بي واحد. بدي ارمز لهذا من بي واحد وهذا بي اثنين، تمام؟ هذا او واحد وهذا او اثنين بهذا الشكل، تمام؟ الان في او اثنين بدي اكمل من البيرنت الاصلي تبعه. يعني هذه الجينات من وين اجت؟ هذه اجت من بي واحد، ويفترض هنا اكمل من وين؟ من بي اثنين. وهنا نفس الفكرة، من بي اثنين بهذا الشكل. هذا هو التبادل. أنا في عندي جينات من بي واحد ومن بي اثنين. الآن من بي اثنين إيش بسوي؟ بروح بطلع إنه التسعة هذه، التسعة هذه مدام إنه مش موجودة في الجين اللي تم استيراده من البيرنت الثاني، من البيرنت الأولاني، فبالتالي إنه على طول بنزله بهذا الشكل. تمام؟ الثمانية، الثمانية موجود يبقى خلاص بستثني. بروح اللي بعده، السبعة موجود بستثني. ستة موجود بستثني. الخمسة بروح منزلها. الأربعة بروح منزلها بالترتيب زي هيك. ثلاثة بروح منزلها. اثنين بروح منزلها. تمام، خلص. هاي المنطقة اللي صار فيها تبادل من بي واحد مع بي واحد يعني، تمام؟ والجين اللي بيضل هنا بروح بنزله في المكان اللي بعده بهذا الشكل، تمام؟ فهذه طريقة تانية، وبعتقد انه هذه الطريقة اسهل. الباب مفتوح لعدة طرق، ولكن انه تراعي انه في، يعني حسب شرط المسألة، قيد المسألة انه انت المدينة اللي انت زرتها ما ترجعش انه انت تزورها تاني. فبالتالي انه هيك حافظنا على كروس اوفر، تبادل جينات، بس في نفس الوقت ما صارش في عندي تكرار للمدن. هدف فيما يتعلق بالكروس اوفر. اما فيما يتعلق بالميوتيشن، الميوتيشن سهل جدا. عاده انه الميوتيشن احداث طفره في الموضوع. طبعا هنا مش حيكون فليب لسترينج او لباينري سترينج من صفر لواحد او واحد لصفر. هنا ممكن يكون انا عندي بختار على سبيل المثال انه مدينتين بهذا الشكل، تمام؟ وبده يصير في بيناتهم فليب بهذا الشكل، انه هنا 6 و3، هذه حتصير 3 وهذه حتصير 6، حيصير تبادل بهذا الشكل. فبالتالي هو كله نفسه زي ما هو، تمام؟ في عدا انه هذه صار 3 وهنا 6 بهذا الشكل. طبعا هذه بتحدث، هذا ميوتيشن طفرة. بدل ما انت تروح 4 6 5 2، رحت 4 3 5 2 7 بهذا الشكل، تمام؟ طبعا هذا مثال تاني انه هنا صار في مكان تاني اللي هو عند الاربعة والسبعة، تمام؟ السبعة اجت هنا والاربعة اجت هنا، فبالتالي هاي ميوتيشن بهذا الشكل. الآن آخر شغلة اللي هي موضوع الفيتنس فانكشن. كيف أحسب إنه هذا الكروموزوم قديش الفيتنس تبعته؟ لازم يكون عبارة عن كوانتيتي نمبر عشان إنه أنا أقدر أحدد مين اللي له على فيتنس. طبعا ببساطة إنه المطلوب في المسألة هو إنه يكون المسار أقصر، يعني المسافة أقل ما يمكن. فبالتالي الفيتنس فانكشن هي عبارة عن مسافة، فبالتالي ممكن أعملها فورميليشن بهذا الشكل، إنه هي عبارة عن السميشن تبع الديستانسز أو distance between cities، المسافة بين المدن في مسار معين بهذا الشكل.
طبعا هذا الفورميليشن انه هيك بشكل عام، فبالتالي انه ممكن اعملها انه السميشن من i بتساوي 0 لغاية ال i بتساوي ال k minus 1، وال k هي عبارة عن عدد الكروموزوم او عفوا الكروموزوم لينث اللي هو عدد المدن او الجينز اللي موجودة في الكروموزوم. فبقول انه هو عبارة عن المسافة بين السيتي اي والسيتي اي زائد 1 بهذا الشكل. اوكي، فبالتالي انا بعتقد انه ممكن يكون في عندي فورميليشن افضل من هاي، خليني اكتب لكم اياها هنا وبعدين انا بصححها. الفيتنس فانكشن انه ممكن تكون بهذا الشكل، انه هي عبارة عن السميشن من i بتساوي 0 لغاية ال i بتساوي ال k minus 1. ليش؟ لانه انا عندي بدي انه انا بدي ازود في الاندكس هنا 1، فبالتالي هنا بحط انه minus 1. السميشن للدستانسز، فبالتالي انه هذه عبارة عن استدعاء لدالة الدست، ودالة الدست بعطيها two cities اللي هو city of the i و city the i زائد 1. فبالتالي هنا مدام انا زودت 1 فهنا انه انا بنقص 1 بهذا الشكل. فبالتالي هذه عبارة عن دالة بديها two parameter، المدينة والمدينة اللي بعديها، وبجمع. فبالتالي زي كأنه انا بجمع المسافة بين مدينة 1 و 2 زائد، تمام؟ طبعا انا بتعامل هنا مع انديسيز، وبعديها المسافة بين، لو انا بدي احسب للكروموزوم هذا المسافة بين 2 و 4، فبالتالي هي 1 2 2 4، فبالتالي هنا i زائد 1 زائد المسافة ل 4 الى اخره بهذا الشكل. طبعا احنا متفقين انه هذا الكروموزوم غلط، لانه انا في عندي تكرار في المدينه بهذا الشكل. فبالتالي انه 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 ممكن انا اعيد لكم اياها لهاي لهذا الكروموزوم 1 4 3 2. الفتنس تبعته هو عبارة عن المسافة او خلينا نرمز للمسافة انه دي، بلاش نكتب دست كلها، دي 1 4 زائد دي 4 3 زائد دي 3 2 بهذا الشكل. فبالتالي انا بطلع انا عندي number، يعني quantity، تمام. والكروموزوم الثاني برضو بحسب له زي هيك بهذا الشكل، وبطلع انا عندي number ثاني مختلف، تمام. بقدر احدد انه والله هذا افضل ولا هذا افضل بهذا الشكل، انه بناء على انه المسافة اقل بهذا الشكل. فهذه انا حاعملكم اياها فورميليشن، هعيد صياغتها الان لانه محتاج ان انا اكتبها في معادله واحط لكم اياها هنا. اوكي، فهيك انه احنا كنا حددنا هاي الشغلات. طبعا هذا المثال مهم جدا جدا، لانه انا ممكن اطلب منك في الامتحان انه مساله زي هيك، فبجيب لك بروبلم فبدك انه يعني او يعني ممكن انا اجيب لك في التكليف او التعيين، انا بقصد انه يعني مسألة زي هيك، انه انت بحدد لك المحددات تبعت المسألة، وانت بدك تفكر في الكروموزوم، والكروموزوم هذا انه بده يراعي الشروط، تمام. وبدك تفكر في فيتنس فانكشن، بدك تعملها صياغة بشكل رياضي عشان تطلع لك نمبر في النهاية، وبدك تعرف عمليات التزاوج والطفرة كيف انه هي ممكن انه تصير. فبتمنى انه هذا المثال
يوضح لك انه كيف ممكن انه يعني نمط المسائل تيجي ل يعني او نمط الاسئله اللي ممكن تيجي على مسائل تانية او بروبلمز تانية، وكذلك انت ممكن تستفيد منه انه انت تحل اي بروبلم، انه انت تواجهها، انه انت تقول انه ليش ما انا اقدر انه انا احلها باستخدام الجينيتك الجوريثم، لانه اي شغله ممكن تخطر في بالك انه انت ممكن تحلها بالجينيتك الجوريثم بس بضل انه انت تعملها فورميليشن. تمام، يعطيكم العافيه.